أهلا بكم مشاهدينا في بانوراما، وهذه عناوينها. الكاظمي يلتقي ترامب وسط سلسلة اغتيالات للناشطين المعارضين لإيران واستهدافات للمصالح الأمريكية والغربية في العراق. فهل تنجح تلك الهجمات في إفساد زيارته لواشنطن وإفساد إرساء دعائم الدولة الوطنية في بلاده؟ إليوت أبرامز سياسي يوصف دائما بمهندس الحروب والانقلابات في المناطق التي يعمل فيها، فهل توليه ملف إيران بديلا عن براين هوك يعني تصعيدا للضغوط على إيران، أم ربما ما هو أكثر من ذلك بفتح الطريق للتغيير في نظامها؟ إذن مشاهدينا، نفتح ملفنا الأول. وقبل ساعات من لقاء رئيس الوزراء العراقي لترامب خلال زيارته لواشنطن، تقع سلسلة اغتيالات لناشطين في البصرة والعراق وسلسلة أخرى من الهجمات تستهدف المصالح الأمريكية والغربية بالعراق. مسؤولون عراقيون وصفوا الاغتيالات والهجمات بأنها حرب ضد الدولة ومحاولة لإحراج الكاظمي خلال زيارته للولايات المتحدة. إذن هل هذا هو الهدف بالفعل من هذه الاغتيالات والهجمات في هذا التوقيت بالذات؟ وهل هي رسالة كما يفسرها البعض من إيران للكاظمي بأن الفوضى ستكون من نصيب العراق إذا لم تكمل بغداد طريقها نحو الخضوع لسيطرة طهران؟ وأيضا هل سيجد الكاظمي ضالته في واشنطن لضبط الأوضاع في بلاده بعيدا عن هيمنة إيران؟ حسناً، سننهي تواجدنا في العراق خلال نقطة ما. قلصنا عدد قواتنا بشكل كبير بالفعل. نتعامل مع هجمات الميليشيات، نتعامل معها ببساطة وسهولة. لا أحد يمتلك أسلحة كأسلحتنا، لا أحد يمتلك أي من الأشياء المتطورة المتوافرة عندنا. لدينا الجيش الأقوى والأفضل في العالم. عندما يوجه لنا أحد ضربة ما، نرد بضربة أقوى بأضعاف. بكل تأكيد الاعتداءات التركية على العراق مرفوضة، والدستور العراقي كذلك لن يسمح للعراق بأن يكون منطلق لتهديد أي من جيراننا. بكل تأكيد عندنا حوار مع الأتراك لتصحيح هذا الوضع، ونتوقع أن حل هذه المشكلة فيما يخص السيادة العراقية، أنه الأتراك سوف يتفهمون ظروف العراق، وكذلك لن نسمح لأي طرف كان يهدد أي من جيراننا. بخصوص الدستور العراقي يركز على أنه العراق لن يسمح أن يكون هناك تهديد منطلقا من أراضيه. بكل تأكيد نرحب بضيوف بانوراما الآن مشاهدينا. معنا من بغداد المحلل السياسي سرمد البياتي، ومن واشنطن معنا سرهنج حما سعيد مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام. أهلا بكما معنا في بانوراما. سأبدأ معك أستاذ سرمد، هل تزامن هذه الاغتيالات والاستهداف للمصالح الأمريكية في العراق هو تزامن مقصود مع هذه الزيارة أم هو صدفة؟ لا، ليس صدفة بالتأكيد. أنا أرى أنه نوع من أنواع الضغط مع الأسف اللي تلجأ إلى بعض من يمتلك السلاح المنفلت. أيضا هنالك رسائل ربما أراها غير مناسبة، وهي زيارة ظريف قبل زيارة الكاظمي إلى السعودية، وزيارة قاآني قبل زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه كلها رسائل قد تعطي رسائل أو تعطي إشارات غير إيجابية، لا نقول سلبية إنما غير إيجابية. الآن الوضع أصبح واضحا، للأسف هنالك من يريد أن يسقط الكاظمي، وهذا سيذهب بالعراق إلى الفوضى العارمة، سيذهب بالعراق إلى المجهول. طيب ما الكتل الشيعية هي التي وافقت على الكاظمي بعد أن أتى، بعد أن كان محمد علاوي ثم عدنان الزرفي ثم أتى الكاظمي؟ طيب ما هو نجاحهم إذا نجح سيجير لهم على اعتبار هم من اختاروه، لكن فشله أيضا سيجير باسمهم لأنهم هم من اختاروه ومن أتوا به ومن وافقوا عليه. فلا أعرف ماذا يريد السياسيون العراقيون، ماذا تريد هذه الكتل، وكيف سنأتي برئيس وزراء نفصله تفصيلا على ما يريدوه. الآن هم يشعروا بالندم، ويعتبروا أن نجاح كاظمي قد ينهي حياتهم السياسية، ولو أنني أرى أنه في كل الأحوال
هم سياسيا انتهوا في الشارع العراقي، وخاصة بعد موجات الاغتيال التي أثارت سخط الشارع العراقي. نحن حزينين جدا، الشارع، الشباب الوطنيين العراقيين، 85% من الشارع العراقي حزين جدا على هذه الاغتيالات التي لا يراد لها أن تنتهي ولا يعرف مصدرها. اليوم وزير الداخلية العراقي وقائد العمليات اليوم في البصرة، وأنا أفضل لو كان لي قرارا أن لا يرجعوا من البصرة إلا بعد أن تصفى تماما من كل العصابات الإجرامية ومن كل من يفكر بالاغتيال. يعني أنا في رأيي أنه يجب أن يبقون هناك ويمارسون دورهم من موقع أدنى. ولكن يعني هل قرار تصفية هؤلاء أستاذ سرمد هو بيد الشارع العراقي أو حتى ساسة العراقيين؟ تصفية من؟ عفوا ستراوي، من تصفهم بالجماعات الإجرامية التي تقوم بهذه الهجمات وهذه الاغتيالات؟ هذه ستراوية، لو كنا نريد أن نبني دولة حقيقية ونريد أن يكون لنا اسما واضحا بين الدول، يجب أن نقضي على هذه التي لا نعرفها ماذا نسميها. هل هي عصابات؟ هل هي ميليشيات؟ هل هم أناس يحملون السلاح؟ هذا واجب الدولة، هذا واجب الدولة. المفروض لدينا عدة أجهزة أمنية، لا، والبلد ملئ بالكاميرات، وممكن أن يصلوا إلى ما يريدون بأسرع ما يمكن، ويعلن للشارع العراقي أنه فلان من الجهة الفلانية هو من يقوم بالقتل. هذا إذا أردنا أن نجعل فد جسر للثقة بين الحكومة والمواطن. نعم. طيب خلينا نعود لموضوع الزيارة والعلاقة بين هذه الزيارة ويعني الأجواء المشحونة وهذه الاغتيالات التي تحصل وحصلت قبل الزيارة في العراق. أستاذ سرهنج، هل تتفق مع هذا التحليل الذي قدمه أستاذ سرمد؟ بأي خصوص بالضبط؟ في موضوع تزامن والعلاقة ما بين زيارة الكاظمي لواشنطن وسلسلة الاغتيالات التي سبقتها. نعم، شكرا لك ولضيفي الكريم وللمشاهدين الكرام، تحية طيبة لكم. بالتأكيد يعني الرسائل مستمرة أثناء الزيارة وقبل الزيارة، لكن ضروري أن نخطو خطوة للوراء ونرى الصورة الكبرى. في سباق مع الزمن في العراق، وهذا السباق مع الزمن بدأ قبل مشوار السيد الكاظمي في مهمته الحالية. المشوار هو في شباب، جيل جديد في العراق يطالب بتغييرات وفي استهداف مباشر لقيادة هذه المظاهرات، بدأ في تشرين واستمر، وحتى سواء كان الكاظمي أو شخص آخر برئاسة الوزراء، الأطراف التي لها مصلحة في ضرب قيادات هذا الشباب وعدم تحولها إلى تغيير حقيقي يهز مصالح الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي كانت ستحصل. فالتزامن صحيح ليس صدفة، ولكن تأريخه لم يبدأ مع الكاظمي وزيارته إلى واشنطن. فهذه هي المشكلة الأساسية، يجب حل المشكلة الأمنية في حماية الناس وضبط الأمن في قرارات سياسية صعبة على رئيس الوزراء اتخاذه، في لمؤسسات الدولة القوة، لكن لا ليس يوجد رغبة سياسية لحد الآن باستخدامها. السيد رئيس الوزراء يبدو أنه يأخذ خطوات لتدعيم وضعه كرئيس وزراء وللتعامل مع الملفات الصعبة مثل ملف الاقتصاد، جائحة كورونا والمنافذ الحدودية، لكن الملف الأصعب والملف الذي يطالب به الناس هو محاسبة هؤلاء الذين يعتدون على الشباب المنتفض. نعم. طيب ضيوفي الكرام وطبعا أيضا مشاهدينا، دعونا نلقي الآن نظرة على الهجمات التي جرت ضد مصالح غربية وأمريكية خلال الأسابيع الماضية، ليس فقط سلسلة الاغتيالات التي شهدناها، ولكن أيضا هذه الهجمات، خاصة تلك التي تزامنت مع بدء الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن. Thank you.
طيب أعود لك أستاذ سرهنج، هل نجحت هذه الهجمات على المصالح الأمريكية أيضا في العراق ومصالح غربية في وضع الكاظمي في موقف محرج أمام الأمريكيين تحديدا قبيل هذه الزيارة؟ الموقف المحرج للحكومة العراقية بدأ في زمن السيد عبد المهدي ومستمر لحد الآن. الفرق هو أنه الولايات المتحدة ترى بالسيد رئيس الوزراء الكاظمي بأنه شريك جاد يحاول الحد من هذه الهجمات، قام بجهود استخبارية وقام بنشاط اعتقل فيها بعض الأشخاص الذي تم الإفراج عنهم بعدها، لكن يرون فيه النية بأنه يحاول على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأمني للتصدي لهذه المشاكل. لكن لحد الآن هذه العمليات لم تنجح، يعني محاولة جهود رئيس الوزراء والحكومة العراقية لم تنجح بوقف هذه الهجمات أو التقليل منها. فالولايات المتحدة ستستمر ب يعني دعم الكاظمي وعدم وضعه في زاوية ضيقة، ولكن لن يكون الصبر الأمريكي طويلا، وخصوصا إذا صارت يعني ضحايا في صفوف القوات الأمريكية أو الدبلوماسيين، فستضطر الولايات المتحدة إلى التدخل المباشر. لكن طالما ليست فيه أضرار بشرية ستحاول الولايات المتحدة ضبط النفس وتعطي فرصة للكاظمي وستدعمه. طيب أستاذ سرمد، يعني ذكرت قبل قليل بأنه هذا التزامن هو رسائل ضغط، ما الضغط الذي تحاول إحرازه مثل هذه الهجمات خصوصا على المصالح الأمريكية والغربية، وما الهدف منها إذا كانت لم تحدث خسائر تذكر؟ الآن خلينا نصدق بأنه الهدف المعلن بأنه إخراج كل القوات الأمريكية من العراق. طيب الآن ترامب، وقبل ذلك هم انسحبوا من عدة قواعد ولم تتوقف الهجمات، الهجمات على السفارة، هم يتهمون السفارة بأنه يتواجد فيها قطعات مسلحة. الآن هم موجودين قد يكون في قاعدة عين الأسد فقط، حتى من القاعدة التاجي القريبة من بغداد انسحبوا، وموجودين في قاعدة حرير في أربيل. فلذلك الظاهر هو ظاهر الطلب أنه إخراج القوات الأمريكية، لكن يا ترى هل ستتوقف هذه الهجمات عند خروج القطعات قوات التحالف الدولي اللي ترأسها أمريكا؟ هنا المشكلة. المشكلة إذا لم تتوقف هذه الهجمات، وما هي الضمانات التي ممكن أن يقدموها من أجل أن تتوقف هذه الهجمات؟ هنالك نقطة مهمة أحب أن أذكرها الآن. الكاظمي لا يريد أي صداما مسلحا، هذا قولا واحدا ونقطة رأس سطر. الكاظمي سألته والرجل أجاب أنه لا يريد صداما، ويرى بأن هؤلاء من يقومون بالقصف هم عراقيون وممكن أن يتم التفاهم معهم. هذه وجهة نظره قد تكون لحد الآن قبل أن تتطور وتصل إلى نقطة اللاعودة. نقطة اللاعودة هي هذه أخطر ما يمكن أن يصل إليه العراق. أي صراع يحدث شيعيا فسوف لن توقفه أي قوى داخل العراق. الكل تحمل السلاح، الكل لديها سلاح خفيف ومتوسط وثقيل، وإذا اندلع أي خلاف مسلح بينهم، أي اشتباك مسلح، من الصعب أن يتوقف بالعراق، وربما سيكون أتعس من كثير من الدول التي فيها صراعات مسلحة. لذلك يجب أن نعمل ما دام أنهم ما دام موجود عندنا قوات أمنية قوية والدولة قوية، أنا أفضل أن نعمل الآن ولا ننتظر أن تصل بنا الأمور إلى نقطة اللا عودة في هذا الموضوع. نعم. طيب قبل أن نكمل الحديث، هذه نظرة أيضا عن قرب على سلسلة الاغتيالات التي استهدفت ناشطين معارضين لإيران في العراق خلال الساعات 24 الماضية فقط. Thank you.
طيب أعود لك أستاذ سرمد، يعني فيما يتعلق باغتيال هؤلاء الناشطين، ذكرت قبل قليل بأننا لا نعرف من الجهة التي استهدفتهم وقامت باغتيالهم، هل هي جهات إجرامية، ميليشياوية، ما إلى ذلك. طيب اغتيال ناشطين معارضين لإيران، من له مصلحة في ذلك؟ يعني طبعا هذا الوضع حقيقة أحزننا كثيرا وألمنا كثيرا، هذا التسيب الأمني الذي يحصل في محافظة البصرة الآن. طبعا ثقي أنا، يعني ربما أنا قد أخالف الكثيرين، يعني أرى أنه قد لا تكون إيران هي الدافع بأيديها متداخلة في هذا الموضوع، فقط أريد أن أوضح موضوع معين. لدينا من العراقيين ما هم أكثر من الإيرانيين أنفسهم، يعني قد يقوموا بأمور لا تريدها إيران لكنهم يتصورون بأنهم يتقربون لإيران بهذه الأفعال. هذه نقطة جدا مهمة، يعني ربما تكون إيران لا تصدر أمرا مباشرا، لكن ما موجود هنا ربما يكون إيرانيين أكثر من الإيرانيين أنفسهم. هنا الكارثة، هاي الكارثة، أنه قد يكون يقوم بأعمال يتصورون بأنها تخدم الدولة الجارة في الوقت اللي لم تطلب هذا، إيران لم تطلب هذا، ربما لم تطلب هذا. لكنه المشكلة، يعني المشكلة عندنا هنالك أصبح أشبه يعني توصيف غريب، يعني يقتل لأنه يشعر بأنه هذا الناشط قد يؤثر على تواجد أو 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 قد يزيد تواجد أمريكا. أنا لا أقول يقلل من تواجد إيران، قد يزيد تواجد أمريكا. طيب ما هي أمريكا موجودة، قنصليتها موجودة بالبصرة، سفارتها أكبر سفارة بالعالم عندنا في بغداد. يا أخي هذا مو شغلكم، خلي الدولة هي تشتغل، الدولة تشتغل وتتفاوض، والآن رئيس وزراءكم جالس مع ترامب وأنتم تقومون بالاغتيالات. طيب أي دولة تريدون؟ هل تريدون دولة الفوضى ودولة القتل ودولة السحل؟ طيب ما العالم كله غادر هذه الأمور، نحن نعيدها من جديد إلى متى؟ يعني أنا والله العظيم أتكلم هنا وحزين جدا على وضع البصرة، وحزين جدا على وضع بلدي. يعني أنا أقول أنه التقصير حقيقة أحمله لكل من تسلم مسؤولية تنفيذية في العراق منذ عام 2003 لحد هذه اللحظة التي أنا أجلس فيها بالاستوديو. يجب أن يحاسب كل مسؤول استلم ملفا معين تنفيذيا على الأرض، يجب أن يحاسب، لأن ما معقول هاي الضحايا اللي الشباب ده تروح دكتورة على مهندس على أهم. ما معقول، من الذي له مصلحة في ذلك؟ ما كم يستلمون على الجريمة الواحدة؟ أنا متأكد هنالك استلام لمبالغ على هذه التنفيذات، تنفيذ القتل، وكلنا مهددون. يستلمونها من من إذا كنت تقول في البصرة. يستلمونها من إذا كنت تقول قلت قبل قليل بأنه ربما إيران لم تصدر قرار باغتيال هذا الناشط أو ذاك. أكيد هنالك، أنا شوف أنا متأكد أكيد أنه أكو هنالك أصابع وأيدي خفية بالموضوع. هذا مو شغلي، هذا شغل أجهزة أمنية، المفروض عندكم أنتوا آلاف الكاميرات، عندكم تعرفين إيش قد إحنا عندنا قوات أمنية. أنا سأقول لك العدد، حوالي 1,400,000 فرد بين حشد شعبي وقوات أمنية ومكافحة إرهاب وجيش عراقي وشرطة اتحادية وأمن وطني ومخابرات. ماذا يعمل هؤلاء؟ ماذا يعمل هؤلاء؟ لم يستطيعوا ضبط الأمن أكثر من جيش صدام حسين. نقطة مهمة جدا بالفعل. 1,400,000 شخص، نقطة مهمة جدا. طيب هذول ماذا يعملون؟ يعني بس أعرف، أنا أعرف من يقتل، أنا الإنسان البسيط. ما هم نقطة واحدة قبل ما تروحين ستراوية، تعرفين اليوم أمس بالبصرة الناشطين بين مهزوما وخائفا ولاجئا الآن أصبح، وبين متسلح وجالس في بيته. طبعا هاي أي حياة، أي حياة هاي، الكل خائفون، حتى نحن مهددون. ماذا كيف سنعيش في هذا البلد؟ نعم. طيب أستاذ سرهنج، يعني الكاظمي منذ توليه هو يسعى لإرساء دعائم دولة وطنية تملك قرارها، هل يستطيع أن يفعل ذلك رغم الضغط سواء كان من إيران أو حتى من الولايات المتحدة؟ نعم، هو له الرؤية في هذا المجال ويخطو خطوات بهذا الاتجاه، وله في العراق وفي خارج العراق من يرحب بهذه الخطوات.
فالامتحان القادم وعودة إلى سباق الزمن الذي ذكرته بالسابق، في سباق الزمن بأنه يحاول أن يخطو خطوات يرضي الشارع ويتعامل مع الملفات الصعبة الذي وضع العراق في يعني وضع سيء جدا، موضوع جائحة كورونا وموضوع الأزمة المالية والخطر المستمر لداعش والنفوذ الإيراني والمجاميع المسلحة إلى آخره، له ملفات كثيرة يتحرك باتجاهات مختلفة. سباق الزمن، كورونا عائق في والأزمة المالية عائق في حل بعض المشاكل، هذه الهجمات والإحراجات للحكومة العراقية يعني عائق، هذه الهجمات على الناشطين وعلى المتظاهرين عائق، فهو لوحده سوف لن يقدر أن ينجح. دور البرلمان مهم، دور المرجعية مهم، دور الكتل السياسية سواء كانت في البرلمان أو خارجه مهم جدا. الآن العراق فرصة جديدة مع الولايات المتحدة، لأن كانت أحد ملفات الضغط تحت في ظل حكومة المهدي، الآن في فرصة جديدة على الأقل على الجبهة الأمريكية يخفف الضغط ويحوله إلى دعم له. نعم. طيب أستاذ سرمد، قبل أن ننهي، ما هي الصيغة المثلى لتحقيق مثل هذه الدولة التي تملك بالفعل قرارها وسيادتها مع كل هذه المصالح المتداخلة لجهات مختلفة في العراق؟ والله حلها جدا بسيط، أنا قدمت هذا المقترح، أتمنى أن يسمعوه. نجلس معهم وهم يعرفون، ونحن نعرفهم، الدولة تعرفهم أكيد والشارع يعرفهم، نجلس معهم ونمنح خلينا نقول مهلة 30 يوما لنزع كل سلاح منفلت أو سلاح غير مرخص أو لأي فصيل لا يتبع إلى مؤسسة رسمية، نجلس معهم 30 يوما، المهلة 30 يوم، بعد ذلك تجري حملات تفتيش واسعة وقوية وحقيقية في كل المحافظات من أجل نزع الأسلحة من الكل بما فيهم الاتفاق مع العشائر التي يوميا تقطع طريق بصرة بغداد يوميا في المشاكل اللي كل يعرفها. لذلك أنا أفضل أن يجلسوا معهم ويعطونا مهلة 30 يوما فقط، وبعدها تقام حملات تفتيش حقيقية وواقعية وبإشراف الضباط الكبار من أجل نزع السلاح تماما من العراق ومن كل المحافظات، من المناسبة كل المحافظات عندها سلاح، وهذا أول خطوة نستطيع أن نضع بها قدمنا على الاتجاه الصحيح، لأنه بوجود السلاح المنفلت ما ممكن أن نستطيع أن ننفذ قرارا واحدا، ولن تأتي شركة واحدة، وكل هذه الاتفاقيات التي وقعناها مع شيفرون وغيرها وجنرال إلكتريك، ثقي ما يتحقق منها شيء إذا ما ينزع السلاح من أيدي المواطنين. نعم. شكرا جزيلا لكما، أشكر المحلل السياسي سرمد البياتي من بغداد، وأشكر أيضا من واشنطن سرهانج حمى سعيد مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة. للسلام، شكرا. ومشاهدينا، بانوراما مستمرة، وفيها في الملف الثاني، أليوت أبرامز سياسي يوصف بفاتح الطريق إلى الديمقراطية مكلف من قبل ترامب بملف إيران بديلا لبراين هوك، هل يصعد الضغوط أم يفتح طريق التغيير في طهران؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أليوت أبرامز سياسي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كي يتولى الملف الإيراني خلفا لبراين هوك. أبرامز يوصف أحيانا بزعيم المحافظين الجدد ودائما بمهندس الحروب والانقلابات في المناطق التي يعمل فيها، يتولى الآن الملف الإيراني في لحظة حساسة جدا تصعد فيها واشنطن ضد إيران في مجلس الأمن، في خطوة احتار المحللون ماذا يمكن أن يحدث بعدها، خصوصا بعد أن فشلت الدبلوماسية الأمريكية مجددا في محاصرة إيران بمجلس الأمن. فهل تولى أبرامز الملف الإيراني بديلا عن هوك، أو توليه لهذا الملف يعني تصعيدا للضغوط ضد إيران ربما ليس بالوسائل الدبلوماسية فقط؟ وهل نحن بصدد ما هو أكثر من ذلك بفتح الطريق للتغيير في نظام طهران ولو بالقوة
كما يفترض بعض المراقبين. دعوني أرحب مشاهدينا بضيفي من باريس جمشيد أسدي الباحث في الشأن الإيراني، وأرحب أيضا بديفيد بولوك المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، هو معنا من واشنطن. أهلا بكما. طيب سأبدأ معك أستاذ ديفيد، ما هو سر هذا الرجل ليتم اختياره؟ طيب أولا أنا أعرف بشكل شخصيا، ولذلك أنا أقول أولا بكل الاحترام، أنا أعتقد أنه هذا الشخص إليوت إبرامز أولا لديه تجربة شخصية مهنية في أعلى مستوى مع الشرق الأوسط، وهذا في منصة جورج دبليو بوش، بوش الابن، وبالإضافة إلى ذلك لديه تجربة شخصية ومهنية في أعلى مستوى بالنسبة للملف الديمقراطية كما قال المراسل، وبالنسبة بصراحة كاملة وبالنسبة للعمليات السرية الاستخبارية الأمريكية في بعض أنحاء العالم. لذلك أنا أعتقد أنه هو مناسب لهذا هذا الهدف وهذه المنصة، ولكن في نفس الوقت الجدير بذكر أنه لا يبقى لرئاسة دونالد ترامب في المنصة الأولى على الأقل إلا كم أشهر، إلى يناير في السنة المقبلة، ولذلك أنا لا أتوقع تغيرات كبيرة تحت هذا الشخص إليوت إبرامز أو في الإدارة ترامب بشكل عام. بعد الانتخابات لو فاز دونالد ترامب مرة أخرى نحن سوف نرى تغيرات. طب ما نوعية هذه التغيرات في حال فوز ترامب؟ في حالة فاز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة أنا أعتقد أنه نحن نرى أولا ازدياد أو تشديد الضغط على إيران، ولكن في نفس الوقت محاولات ما وراء الستار لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات مع أمريكا. طيب أستاذ جمشيد، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ هل هو الرجل المناسب شخصية مثل إبرامز؟ هل هو الشخصية المثلى للتعامل مع الملف الإيراني في هذا التوقيت بالذات؟ أستاذ جمشيد هل تسمعني؟ أقوم على الاستضافة على هذا البرنامج. هذا الأمر لا يعتمد علي أنا شخصيا أن أوافق أو لا أوافق على هذه التسمية. أما بالنسبة للنتائج التي يسعى الرئيس ترامب إليها، وهي قد تشمل بعض التغييرات في الشرق الأوسط وفي إيران، ولدي بعض الأفكار حول ذلك. حقيقة لا أعرف ما هي السياسة والهدف الاستراتيجي للرئيس ترامب، ماذا يريد. هذا رقم واحد. أنا أعرف أنه يريد التفاوض مع إيران ويريد أن التفاوض مع كوريا الشمالية، لكن لماذا؟ عندما نرى أن الرئيس ترامب ينتقد انتهاكات
حقوق الإنسان وسياسات السيئة في إيران، ثم يأتي أنه يريد ويقول أنه يريد التفاوض. لا، ليس واضحا ما يريده في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للسيد أبرامز فهو أكثر عملية من السيد هوك، فهو السيد هوك كان لديه آراء ومواقف نظرية وليس أكثر، لكن السيد أبرامز أبدى أنه قادر على إدارة بعض المهام العملية كانت في الأساس في أمريكا اللاتينية وثم في الشرق الأوسط. تعلمون أنه كان واحد من المتعاونين مع الرئيس بوش الابن الذي كان لديه استراتيجية عملية محددة في الشرق الأوسط. إجابة على سؤالك بالنسبة للوقت الراهن، الرئيس ترامب أمامه جدولي أعمال مختلفين، أولهما هو الرئاسة للفترة الثانية وثانيا التفاوض مع دول مختلفة، وبسبب ذلك لا أعرف ماذا يريد السيد ترامب. السيد أبرامز عملي بشكل كبير، لكن ولديه خبرة موثوقة، لكن ماذا يريده الرئيس المسؤول هذا ما لا نعرفه. نعم. طيب، قبل أن نكمل الحديث مشاهدينا حول تفعيل آلية العودة للعقوبات الأممية ضد إيران في مجلس الأمن، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن واشنطن ستعلن قريبا عن الخطوات التي ستتخذها، معربا عن ثقته في أن تلتزم كافة الدول الأعضاء بالبنود الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2231. سنخرج قريبا بإعلان عن ماهية وتوقيت الخطوات التي سنتخذها، والرئيس أكد بشكل واضح أن ذلك سيأتي قريبا، وأيضا ما إذا كانت هذه الآلية ستطبق بالكامل عبر قرار صادر عن مجلس الأمن، فنحن نتوقع أن تكون تماما كأي قرار آخر صادر عن مجلس الأمن قيد التنفيذ. ويجب أن نتذكر أن القرار 2231 ليس مجرد وثيقة أمريكية، بل وثيقة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تحتوي على عدد من الأحكام والحقوق والإلزامات، ونحن سنكون ممتثلين بالكامل لذلك، كما نتوقع من أي بلد آخر الامتثال أيضا لالتزاماته، بما في ذلك دول مجموعة العمل المشتركة. طيب، أعود لضيوفي مشاهدينا. أستاذ ديفيد، إذا فشلت الولايات المتحدة في مجلس الأمن مرة أخرى في إعادة العقوبات الأممية على إيران، هل سيحسب هذا على أبرامز؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه في قلب المشهد في هذه المرحلة بالذات؟ لا أعتقد يعني هناك وقت للانتظار حتى يناير على الأقل في هذه النقطة. طيب، صحيح. أولا، هذا لا يحسب على إيريث إبرامز شخصيا، هذا غير منطقي مطلقا، لأن إبرامز جديد في هذا الدور، ولذلك لو فشل، وأنا للأسف أنا أتوقع فشل كمان مرة من هذه المحاولات الأمريكية الدبلوماسية في الأمم المتحدة، لو فشل هذه المحاولات المقبلة، أنا أعتقد أنه المسؤولية ليست في إيدي إيريث إبرامز، وبصراحة كاملة ليست في إيدي براين هوك. المسؤولية في، أنا شخصيا أقيم في إيدي دونالد ترامب وإدارة دونالد ترامب بشكل عام، وبشكل خاص الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران ومع بين إيران والخمسة زائد واحد، يحتوي طبعا على واشنطن، على الحكومة الأمريكية. هذا الانسحاب هو الذي أدى إلى الانتهاكات الإيرانية للاتفاق، وعلى أو إلى عدم استعداد دول العالم وحتى حلفاء أمريكا الأوروبيين لتجديد العقوبات ضد النظام في طهران. وعلى الرغم من كل ذلك،
التجربة في السنتين الأخيرتين تثبت أنه حتى العقوبات الأمريكية الأحادية ناجحة فعالية للضغط للقصوى اقتصاديا على نظام في طهران، ولكن في نفس الوقت هذه التجربة تثبت أنه هذا الضغط الاقتصادي على هذا النظام غير كاف لإجبار هذا النظام لتغيرات جوهرية في لا في الملف النووي ولا في الملفات الأخرى التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. طيب أستاذ جمشيد، يعني هو براين هوك معروف بأنه هو من الصقور وهو أيضا من أشد المنتقدين للاتفاق النووي الإيراني، هل سيكون له دور محوري الآن في قلب الصورة داخل مجلس الأمن برأيك؟ Are you talking about Brian Hook? أتكلم معك أستاذ جمشيد. أتحدث عن طبعاً أبرامز. I would doubt. شكك بأن يتمكن براين هوك إن كنت تتحدثين عن لا لا عفوا غلطت، يعني هو أتحدث عن أبرامز الآن، هل سيكون له دور محوري وهو من الصقور ومن أشد المنتقدين للاتفاق النووي الإيراني؟ إن فهمت السؤال أفضل الآن بوسعي الإجابة على سؤالك. أعتذر، تفضل. اسمح لي بالقول أنه بالنسبة لسيد أبرامز دعونا نفصل بين أمرين، أولهما أنه قبل طرح هذا السؤال عليك أن تتساءل عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فسيد أبرامز ليس لن يتمكن من فعل أي شيء بالنسبة لهذا الملف، فهو ليس بملفه. وأعتقد أنه بالنسبة لمجلس الأمن برأيي أن القضية الكبيرة أمام الإدارة الأمريكية وهي أن يكون لديها ما يبرر الانتهاكات كي تتمكن من إعادة العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. قد يتمكنوا من فعل ذلك، هذا أمر مختلف كليا عن جدول الأعمال الذي قد يتحمل مسؤوليته السيد أبرامز. بالعودة إلى سؤالك، هل سيكون قادر على ذلك؟ أظن أنه أثبت قدرته ونجاعته وهو أكثر دراوة من السيد براين هوك. وإجابة على سؤالك الأول تحدثت عن ذلك، وإن كان فعلا متشددا ما هو المتوقع منه وماذا يريد منه الرئيس ترامب؟ هذه النقطة الرئيسية، ما هي القضية؟ هل هي تغيير السلوك الإيراني، أم هو تغيير النظام الإيراني، أم جعل هذا النظام الإسلامي يقبل بصفقات جيدة كتلك التي أبرمت بين الإمارات وإسرائيل؟ لا أحد يدرك ما هو الهدف. نحن شعوب منطقة الشرق الأوسط لا نعرف ما هو هدف السيد ترامب. أنا أعرف أهداف الرئيس بوش الابن، قد نتفق معها وقد نختلف، إلا أن استراتيجياته كانت واضحة جدا، وكنت أيضا كانت استراتيجيات أوباما واضحة، قد نتفق وقد نختلف معها، لكنني الآن لا أعرف ما هي استراتيجية ترامب في المنطقة. وفي هذه الحالة قد يكون لديه أفضل المتعاونين وأقواهم، إلا أنه عندما تكون لديك استراتيجية غير واضحة فإن هذه القوة لا يمكن الاستفادة منها. وسأضيف نقطة أخيرة، أتذكر قبل سنوات عدة كنت متحمسا بشأن كتاب ألفه رونالد ترامب،
كان مشهورا في ذلك الحين كرجل أعمال ناجح وليس سياسي. وعنوان الكتاب فن إبرام الصفقات، وفي قد فاجأني هذا الكتاب فأطروحة السيد ترامب في هذا الكتاب هو أنه يعرض نفسه على أنه يتقن فن إبرام الصفقات، وهذا ما يستطيع فعله. وعندما قرأت الكتاب تفاجأت به وكنت فتيا في ذلك الحين، وقال فيه أنه في بعض الأحيان لا يحتاج لأن يكون لديه منفعة أو ربح أو مبيعات أعلى، بل هي لأنه يحب الصفقات فإنه يقوم بإنهاء صفقات من أجل إبرام صفقات جديدة. هذا هو بالنسبة له متعة، متعة إبرام الصفقات. فإن كانت هذه لعبة فهذا يعني أنه ليس لديك هدفا أو استراتيجية، وبالتالي هناك من ولا يمكن أن يكون من يتفق أو يختلف أو مع أو ضد، بل هي لعبة وإبرام صفقة، ويظهر للجميع أنني أنا رئيس كوريا الشمالية لم يقوم أحد بالتفاوض معه، أنا فعلت، وكذلك مع إيران. أنا جعلتهم يقبلون هذا الشرط أو ذاك، إلا أن هذه كما قلت ليست باستراتيجية. ما هي استراتيجية الرئيس ترامب للتفاوض مع نافتا، المنطقة التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا؟ لم يتغير فيها شيء، إلا أنه أنهى الصفقة الأولى من الاتفاقية الأولى من أجل أن يبرم اتفاقية جديدة. وبالتأكيد السيد أبرامز قوي، إلا أن هذا قد يعني أنه يمكن أن يغير المسار سياسيا. قد يكون جيد، لكنه جيد من أجل ماذا؟ طيب أستاذ ديفيد، ما رأيك في ما قاله أستاذ جمشيد؟ هل هناك استراتيجية للرئيس ترامب في هذا الملف أم لا؟ وماذا يريد من أبرامز تحديدا؟ أنا أخالف إلى حد ما مع هذا التقييم. أولا، أنا لا أرى فرق أساسي بين براين هوك من ناحية وإلجيت أبرامز من ناحية أخرى. هما نفس الشيء بصراحة كاملة. هما الاثنين كلا منهما من معسكر الصقور تجاه إيران، وليس فرق لا تكتيكيا ولا استراتيجيا بين إليوت أبرامز وبراين هوك. هذه النقطة الأولى. وبالنسبة لدونالد ترامب، صحيح أنه هو رجل الأعمال، رجل المفاجآت، رجل الشعار، وليس رجل الاستراتيجية الواضحة، ولكن لديه استراتيجية ربما غير واضحة، لكن أنا أعتقد استراتيجية حقيقية تجاه إيران. أولاً، واضح أنه الإدارة الأمريكية لا تريد إسقاط النظام في طهران، هذا واضح على الرغم من كلام بعض المراقبين. ثانياً، واضح في نفس الوقت أنه الاستراتيجية الأمريكية تحت دونالد ترامب وفي إدارة دونالد ترامب، سواء كان إليوت أبرامز أو براين هوك في هذه المنصة، الاستراتيجية تسعى إلى تغيير جوهري في سلوك هذا النظام في طهران، وليس في الملف النووي فقط، بل في كل الملفات، في ملف التخريب، ملف الإرهاب، ملف الميليشيات الطائفية، ملف عدم السلام مع إسرائيل، ملف التهديدات لمصالح وسيادات العرب في الخليج وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وكذا وكذا. في كل تلك الملفات إدارة دونالد ترامب تريد تغيير جوهري في تصرف إيران، لكن بدون إسقاط النظام أو تغيير في طبيعية هذا النظام، لأن هذا غير واقعي. وثالثا، من أجل كل
تلك الأهداف الاستراتيجية الأمريكية. نعم. أمريكا لا تريد حرب شاملة ضد إيران، أمريكا تريد صفقات واتفاقيات مع إيران، لكن أفضل مما كان في الماضي، أفضل من الاتفاق النووي الضعيف الذي وقعه الرئيس أوباما. نعم. طيب، أشكر ضيوفي مشاهدينا من واشنطن، ديفيد بولك المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير الباحثين في معهد واشنطن للسياسات الشرق الأدنى، وأيضا أشكر من باريس جمشيد أسدي الباحث في الشأن الإيراني. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام بانوراما، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.